الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه بعض الآيات التي نرقي بها ونقرأها على بعض المرضى الذين يشكون من أعراض السحر خاصة، ويشتكون أنهم لا يتأثرون بآيات الرقية المعروفة، ولأننا نعلم أن القرآن كله شفاء، وباختيارنا لبعض الآيات التي بإذن الله وبقراءتها تتجلى نوع الإصابة من أنواع السحر، كأن يكون سحرا متعلقا بالنجوم أو الكواكب، فهناك أسحار تتم مثلا باكتمال القمر أو بزيادته أو نقصانه، وهناك أسحار تتم بأسماء كواكب ونجوم، وهكذا. واختيارنا لهذه الآيات يؤثر بإذن الله تأثيرا كثيرا وواضحا وملموسا على المسحور بهذا النوع من السحر، فإلى قراءة هذه الآيات والاستماع إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض من كل داء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم، والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم
فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وإدبار النجوم وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى إذا هوى إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم بمواقع النجوم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج
والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد واقعدوا لهم كل مرصد واقعدوا لهم كل مرصد واقعدوا لهم كل مرصد كل مرصد كل مرصد واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا شهابا رصدا شهابا رصدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ومن خلفه رصدا ومن خلفه رصدا 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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب إذا وقب إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم يا من خلقت السماوات السبع ومن فيهن وزينت السماء بالنجوم وجعلت النجوم للشياطين رجوما اللهم يا من خلقت الشمس والقمر والنجوم والكواكب اللهم يا رب الشمس والقمر والمريخ وعطارد والمشتري والزهرة وزحل اللهم أبطل كل سحر وعقد وربط كتب فيه السحرة أسماء الكواكب والنجوم اللهم ابطل كل ما كتبوه في أسحارهم
بأسماء البروج من دلو وحوت وحمل وثور وجوزاء وسرطان وأسد وسنبلة وعقرب وميزان وقوس وجدي. اللهم ابطل كل ما صنعوا من أسحار التهيج والبغضة والعطف والمحبة والعقد والربط والمرض والقتل والتجرية والإخلاء والفراق والسعادة والكراهية. اللهم ابطل كل ما كتبوه في جداول بأرقام أو حروف أو رموز. اللهم ابطل ما كتب السحرة فيه بأسماء القمر والكواكب. اللهم ابطل ما كتبوا فيه بأسماء القمر معكوسة وما كتبوه بيسراهم. اللهم ابطل كل سحر دعوا فيه الكواكب من دونك وسجدوا لها وصاموا لها واستغاثوا بها وطلبوا منها لتحقيق مآربهم وغاياتهم. اللهم ابطل ما قاموا به من صلوات وصيام ودعوات لملوك الجان ولروحانيات الكواكب كما توهموا وببخوراتهم التي أشعلوا لجلب خير أو صنع شر. اللهم ابطل ما بخروا به دبر صلواتهم وانتهاء أعمالهم من كافور أو زعفران أو عود أو مسك أو لبان أو غير ذلك يسترضون به الشيطان. اللهم ابطل ما ربطوا به الناس بكوكب لا يظهر إلا بعد سنين طويلة. اللهم ابطل ما عقدوا ونفثوا وبخروا وكتبوا ووكلوا به العفاريت الطيارة ليحملوا سحر الناس في السماء. اللهم ابطل أسحارهم إن كانت في يوم سبت صنعوه أو يوم أحد أو يوم اثنين أو يوم ثلاثاء أو يوم أربعاء أو يوم خميس أو يوم جمعة. اللهم ابطل ما صنعوه في ليل أو نهار. اللهم ابطل ما صنعوه عند إشراق أو غروب. اللهم ابطل ما صنعوه في وقت سحر. اللهم ابطل ما صنعوه في أول الشهر أو آخره أو عند اكتمال القمر ليلة البدر. اللهم اهلك مردة الكواكب وسحر الكواكب ورصد الكواكب. اللهم احرق كل سحر مرتبط بالكواكب والنجوم. اللهم اصعق كل عفريت ومارد ارتفع بسحر الناس وحرس أسحار المحروسين من الإبطال يا حي يا قيوم. اللهم اشف عبدك وأمتك من كل سحر أينما كان وكيفما كان. اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه. اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف صنعوه. اللهم ابطل كل سحر من كتب الطيوخي والبوني نقلوه. اللهم ابطل كل سحر من سحر العرب والعجم والجن يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.